نقول الو كده معانا واحد من النجوم نجوم جيلك ونجوم مصر طبعا النادي الاهلي. نقول الو الو هتعرف الصوت ولا الو اكيد. مساء الخير. الو الو مساء الخير، ازيك يا كابتن؟ النور النور، ازيك يا احمد؟ ازيك حضرتك؟ نورنا. انا بمت عليك طبعا وعلى يوسف ده اخويا وحبيبي كابتن محمد يوسف. لا جاب الصوت يا كابتن يوسف، نجح في انا قلت بس اشوفه هيعرف يجيب الصوت ولا لا، جاب الصوت على طول. كابتن محمد يوسف طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر، اهلا بيك يا كابتن محمد. حبيبي حبيبي احمد، ازيك؟ انا مبسوط والله، ولما كلموني جمال معاك، بص يعني جمال ده من اطيب اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر يعني. انا بيتهيألي يا كابتن محمد لما بتشوفوا بعض على الشاشات او حد بيبقى ظاهر اعلاميا، انت شخصيا وانت قاعد بتتفرج او بتتابع او بتعرف يعني وبتسمع، بتفتكر كده ذكريات كتير جدا، فلوس ذكريات بيشتغل، وبتفتكر لقطات وبطولات ولحظات فرحتوا فيها سوا، ولحظات كنتوا يعني متضايقين فيها سوا، طبعاً. مواقف كتير طبعاً. جدا طبعا جمال، بص جمال مساعد يعني، هقول لك ايه يعني. اولا احنا عشرة عمر طالعين مع بعض من الناشئين، وكنا بنلعب مع بعض تحت 13 سنه، وكان معانا بقى مشير حنفي، وكان معانا طبعا نجوم تانية كتير كملت في النادي الاهلي، وتامر حفني، ومش عايز انت حد طبعا عشان محدش يزعل. ايوه احنا عاملين جروب كده مع بعض، اللي هو بتاع الاولاد يعني، المواليد دي بتاعت النادي الاهلي، المواليد بتاعت الدفعه. ايوه مش عايز حد يزعل عشان هم كلهم احنا مع بعض على الجروب. بس انا بقول لك يعني فعلا انا سعيد والله ان معاكم، وجمال عشرة عمر، جمال من اللعيبه مميزين جدا من اول ما بدانا في كاس العالم في كندا تحت 17 سنه مع المرحوم كابتن طه بصري، وزميلنا بقى في منتخب مصر وفي النادي الاهلي وفريق اول في النادي الاهلي ومنتخب 19 ومنتخب اولمبي، ومعاك واحد من احسن لعيبه وسط الملعب اللي كان يعني واحد ضد واحد، ومش عايز اقول لك كان على طول يعني اي موقف واحد ضد واحد يبقى مطمن ان جمال مساعد هيعدي، وبيلعب برجلين الاثنين، وكان لعيب متكامل يعني، لعيب سرعه ومهاره وتسديد على المرمى. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين يا كابتن يوسف؟ نعم. كنتوا بتضايقوا بعض في التمرين؟ لا 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 لا، ده احنا لعلمك يعني على طول كنا مع بعض حلوين جدا. طبعا لما بنلعب مع بعض التقسيمات قدام بعض في التمرين، طبعا دي اكيد بيبقى كل واحد عايز يكسب، لكن جمال من الشخصيات الجميله والشخصيات الطيبه جدا، ويعني وكمان لما طلع بعد كده كمل في نادي الاتحاد برضه عمل كوره حلوه قوي وقدم مستوى حلو ومستوى كويس جدا. فانا بمت عليك يا جيمي بقى، انت حبيبي يا يوسف، ربنا يخليك يا حبيبي. مش عايز اطول عليك، لكن انا مبسوط، انا مبسوط يا احمد كمان ان احنا يعني انتوا بتظهروا جمال، او جبتوا الامثله اللي زي جمال، لان ممكن اجيال دلوقتي في النادي الاهلي ما شافتش قوي يعني جمال مساعد. جمال مساعد كان من اللعيبه الجامده جدا يعني، طبعاً لعيب طبعا. لو يعني انا بقول لك، انا لعبت 10 سنين في النادي الاهلي متصلين في الفريق الاول، وبعد كده طلعت احترفت في تركيا، ورجعت لعبت في انبي. لا جمال من اللعيبه اللي في التسعينات يعني، لو كان كمل كمان في النادي الاهلي كان كسر الدنيا. يمكن هو عارف، انا وهو عارفين مفيش دي من النادي يعني، حاجات خلاص بقى زمن اوانها. لكن جمال لا لعيب، هنتكلم معاه في ده، هنتكلم معاه في ده. انا سعيد جدا ان انا بسمع صوتك. تحب تقول حاجه لكابتن يوسف كابتن جمال؟ لا، هو يوسف اخويا وعشرة عمري، وبتواصل على طول انا وهو، مش محتاج ان اقول حاجه يعني. حبيبي يوسف، لما كنت بتلعب على بعض في التمرين، انت اللي كنت بتعدي ولا هو اللي كان؟ لا ده كان في حاجات كتيره بينه وبين يوسف. نفس الجبهه، بيلعب هاف ناحيه، بيلعب هاف، وانا باك وراه. هو على طول كان تحتيه، الجبهه الشمال. عظيم، جبهه شمال شديده ومحترمه كابتن يوسف. انا نفسي مش عارف انتوا عندكم ماتيريال تجيبوا له لقطات منتخب مصر الاولمبي ومنتخب مصر الصعيد. انا لسه عايز اتكلم، وكمان لعب مع كابتن جوهري الله يرحمه طبعا، جنرال جوهري طبعا. ومنتخب لقطات من كاس عالم ناشئين تحت 17 سنه. ايوه يعني بصراحه كان يعني، انا مش عايز اشكر فيه وهو قاعد. ايوه فعلا من اللعيبه القليله اللي جم في مصر يلعبوا برجلين الاثنين، اليمين زي الشمال بالظبط. ايوه أنا بشكرك جدا، وسعداء دايما إن احنا نسمع صوتك ونتواصل معاك كابتن يوسف السادسة. بشكرك، شكرا جزيلا.